فضل. مساء الفل يا كابتن فضل. يا كابتن مساء النور والبقاء لله. ربنا يبارك فيك. ويا رب ان شاء الله في مكان احسن طبعا. ربنا يرحمه ويثبتكم باذن الله. يا رب يخليك يا رب. والف سلامه على عماد متعب. انا متابع الفتره اللي فاتت وحضرتك كان اكتر اول واحد انفرطت وجبت عماد فانا كلمت عماد برضو بقول للناس اتمنى برضو ان هو وشه بيبان ان هو تعبان فالناس واخده عندها انطباع. لا هو كويس كويس الحمد لله مفيش حاجه. طبعا كويس بس هو كان طالع من عمليه فمرهق فباين هو بس بلوم عليه انه ظهر في التلفزيون ما كانش يظهر خلى الناس كلها تقلق. بس هو قاعد بيشرح بس هو كابتن ما حد بيقعد يتكلم في موضوع كتير بيتعب. مظبوط. فهو لكن هو كويس. انا كلمته كذا مره كل مره اكلمه ده كويس. كويس الحمد لله. فبس بنطمن ان عماد من الشخصيات اللي مصر كلها بتحبها. شخصيه محترمه جدا الناس كلها يعني يمكن ده بين حب الناس لعماد قد ايه. طبعا عشان كده حتى في التقديمه ليه هو معايا على التليفون قلت له انت الناس كلها بتجمع عليك طبعًا وعلى حبك طبعًا وعلى احترامك ولعب وبطل وقد ما سجل اهداف وقد ما صنع انتصارات وقد حدش كرهه عمره ما عمل مشكله. لا يعني يعني مشكله يلعب ما يلعبش بتاع الحاجات الصغيره دي كلها لكن على الاطار بتمنى الخير للناس وكابتن شخصيه كويسه. لا جميل جميل. طيب